سلام من الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم ما تقوله الصحف الصادرة اليوم وما جاء في المواقع الإخبارية. والبداية من موقع الموقع بوست، والذي أورد عنوانا في صفحته الرئيسية قال فيه: نائب المجلس السياسي للحوثيين يستحوذ على 100,000 دولار كنفقة لنجله في دولة خارجية، حيث كشفت وثيقة رسمية عن قيام نائب رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بدفع تكاليف دراسة نجله في الخارج على حساب مؤسسة موانئ البحر الأحمر بتكلفة تبلغ 100,000 دولار. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن مجلس إدارة موانئ البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، موجهة إلى عميد القبول والتسجيل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية، تفيد بتحويل مبلغ وقدره 100,000 دولار أمريكي من حساب مؤسسة الموانئ إلى حساب الكلية في البنك التجاري الدولي بالإسكندرية. وبحسب الوثيقة، فإن المبلغ المحول هو لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل للطالب أحمد قاسم محمد لبوزة، نجل نائب رئيس المجلس السياسي التابع لميليشيا أو للميليشيا في تخصص الملاحة البحرية للعام الدراسي 2016-2017. موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية: الشرطة العسكرية في مأرب تضبط شاحنة تحمل طائرات تجسس كانت في طريقها للحوثيين. مسؤول عسكري قال إن القوات الحكومية ضبطت قطعا من طائرات التجسس على شاحنة في محافظة مأرب كانت قادمة من المهرة في طريقها إلى العاصمة صنعاء. وكانت الشاحنة المموهة تحمل قطع غيار سيارات ومولدات كهربائية، وتحتها القطع الخاصة بطائرات الاستطلاع، وتم ضبطها في نقطة الميل من قبل الشرطة العسكرية. العقيد ناصر طريق أضاف في تصريح لوسائل الإعلام إن الشاحنة التي كانت تهرب الطائرات قدمت من جمرك محافظة المهرة على الحدود مع سلطنة عمان، والسلطات العسكرية تحتجز سائقها للتحقيق، وتم تشكيل لجنة من الاستخبارات العسكرية وقيادة الأركان والمنطقة العسكرية الثالثة والشرطة العسكرية لبحث مسألة تهريب طائرات التجسس. موقع التغيير نت عنوان: منظمة بامور لحقوق الإنسان تعلن عن فوز المحامي حميد الحجيلي بجائزة رجل التحدي بالعمل الحقوقي. المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان أعلنت في حفلها السنوي الذي أقامته المنظمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل عن فوز المحامي والناشط الحقوقي اليمني حميد الحجيلي بجائزة رجل التحدي للعام 2016-2017. يقول الموقع: هذه الجائزة تمنحها المنظمة سنويا للناشطين الحقوقيين الذين يدافعون ويوثقون انتهاكات حقوق الإنسان بحيادية في مناطق الصراع والحروب. الإرهاب ما يزال حاضرا، عنوان مقال للدكتور عيدروس النقيب والذي نشره في صحيفة عدن الغد، وقال في بعض منه: أعرف أن الأجهزة الأمنية في عدن والقائمين عليها ليسوا كائنات خارقة ليستكشفوا جرائم الإرهاب قبل وقوعها، وأعرف جيدا أن ممارسة التخريب أسهل بكثير من مقاومته والوقاية من جرائمه، لكنني ما زلت مؤمنا بأن لدى الحكومة وأجهزتها الأمنية من الممكنات ما لم يستغل بما يكفي لمنع الجريمة وقطع دابرها وتقليل نتائجها المأساوية. إن حشد المئات أو الآلاف من الشباب أمام بوابات المعسكرات وتركهم يتزاحمون على الوهم أو حتى على الحق في أوضاع أمنية مهزوزة يمثل مشكلة ينبغي ألا تتكرر. وعلى القائمين على حقوق الجنود أو الموظفين أو المجندين أو شباب المقاومة أن يبحثوا عن طريقة أكثر أماناً لإيصال حقوق الناس دون إجبارهم على التعرض لهذه المخاطر المميتة. لقد لعن الإرهاب والإرهابيين ومن يقف وراءهم مئات المرات، وسنواصل لعنهم حتى بعد توقف جرائمهم، لكن هذا لا يعفي القائمين على شؤون الأمن والخدمات المتصلة به والحكومة ككل من التعلم من الأخطاء وسد المنافذ التي يتسلل منها المجرمون ومن يقودهم للبطش بحياة الأبرياء إشباعاً لشهوة العبث بالأرواح والدماء،
ومواصلة لسياسة القتل من أجل القتل. ويبقى سؤال ينبغي أن يجيب عليه قادة المعسكرات والقائمون على إدارتها، وهو إذا كان داخل معسكر الصولبان 3 ألوية والشهداء المستهدفون هم من جنود المعسكر وألويته 3 أو حتى من العسكريين من خارج المعسكر، فلماذا يبقى هؤلاء خارج المعسكر؟ ولماذا لا تصرف لهم حقوقهم داخل المعسكر وعبر ألويتهم ومن قبل قادتهم بدلا من حشرهم بالآلاف عند بوابة غير مؤمنة وفي وضع يجعلهم صيدا سهلا لجماعات القتل والإجرام؟ وحول احتفال الحوثيين بالمولد النبوي يقول موقع المشاهد نت: إن جماعة الحوثي نشرت مئات المسلحين في مختلف شوارع العاصمة لتأمين احتفالهم بالمولد النبوي، وقطعت مختلف الشوارع المؤدية إلى ميدان 70 ومنعت الحركة في مختلف الشوارع المجاورة لميدان 70. كما أقامت جماعة الحوثي نقاط تفتيش في مختلف الشوارع، الأمر الذي ولد اختناقات مرورية وأثار غضب الكثير من المواطنين. وفي ذلك يقول المواطن منير حسان للمشاهد: في كل حشد تقوم به جماعة الحوثي نواجه مشاكل متعددة وتتعطل مصالحنا، وعادة ما نلزم بيوتنا عند إقامة هذه الجماعات لأية مهرجانات واحتفالات وغيرها. أما المواطن عبد الله محمود فقال: المولد النبوي مناسبة دينية عظيمة، وكل مسلم يحق له أن يبتهج بهذه المناسبة، إلا أن الاحتفال بطريقة لها تأثيراتها السلبية على مصالح الناس أمر غير محبب، وما تقوم به جماعة الحوثي هو عمل سياسي تسعى الجماعة من خلاله إلى استعراض قوتها لا أكثر. يتابع المشاهد: التصرفات الاستفزازية التي تنتج عن اللجان الأمنية التابعة للجماعة الحوثي ولدت ردود أفعال سلبية تجاه هذه الجماعة، إلا أن هذه الجماعة لا تكترث لانزعاج الشارع، فهي تحاول فرض نفسها بالقوة. وما زلنا في صنعاء واحتفال جماعة الحوثي بالمولد النبوي، حيث قال موقع يمن مونيتور: مسلحو الحوثي فرضوا غرامة مالية على عدد من أصحاب المحلات التجارية في صنعاء بحجة دعم رسول الله في ذكرى مولده. وقال صاحب أحد المحال التجارية: المسلحون الحوثيون انتشروا في الحواري والأسواق والشوارع القريبة من ميدان 70 وفرضوا علينا بالقوة دفع أموال بحجة دعم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده. وأضاف في حديث لمراسل يمن مونيتور مفضلا عدم كشف هويته خوفا من بطش الحوثيين، أن الجماعة المسلحة التي تعاني من ضائقة مالية كبيرة تستغل ذكرى المولد النبوي الشريف في الحصول على أموال. وحول إجراءات الحوثيين للاحتفال بالمولد النبوي، عنون الاشتراك نت: استياء شديد في عبس جراء مضايقات الميليشيات للأهالي بدعوى إحياء المولد النبوي، حيث شهدت مديرية عبس بمحافظة حجة استياء كبير للمواطنين جراء قيام ميليشيا صالح والحوثي بوقف الطرقات الرئيسية والانتشار بمنافذ المدينة بحجة إحياء المولد النبوي. سكان محليون قالوا للاشتراك نت: إن الميليشيا قطعت الطرقات الرئيسية للمرور العام بمدينة عبس تزامنا مع انتشارها بكافة منافذ المدينة، ويعيش السكان حالة استياء شديدة جراء قيام الميليشيات بهذه التصرفات بدعوى إحياء المولد النبوي. وأوضح سكان أن الميليشيات أرغمت الأهالي بالقوة على وضع شعارات باللون الأخضر فوق البيوت والمنازل بالرغم من رفضهم لهذا العمل الذي يحمل الطابع المنفرد والطائفي. عن مظاهر احتفال الحوثيين بالمولد النبوي، كتبت سلوى الإرياني مقالا في التغيير نت بعنوان: السماء اخضرت، وقلت في أجزاء منه: وصلنا إلى ميدان 70، فوجئنا بالحجار التي تفصل بين اتجاهي الميدان، قد صارت مصفوفة بعناية بعد أن تم طلاؤها باللونين الأحمر والأبيض، وقد كنا بلا لون ولا ملامح، واحدة يمينا والأخرى شمالا. تحول ميدان 70 إلى اللون الأخضر بسبب كثرة اللافتات الكبيرة المحتفلة بمولد نبينا محمد، حتى سور حديقة 70 لم أره من تلاصق اللافتات الخضراء فيه. قبب خضراء، سور قرآنية، كأنما دخلت اليمن في الإسلام للتو. حتى السماء التي كنا نرسمها صغارا في المدارس باللون السماوي
كادت تخضر من تداخل خيوط الهلاهيل الخضراء المثلثة الشكل على عرض الميدان. ما علاقة هذه المثلثات الخضراء وما علاقة اللون أصلاً بمولد سيد الخلق؟ أنا لا أريد أن أفهم. رأينا حراثة وجمع من الرجال يزيلون آثار حطام المنصة التي استهدفها القصف السعودي الإجرامي المتعنت قبل فترة. الناس بلا رواتب تموت وتحيا لتوفير المأكل والمشرب، الإيجار والعلاج وفنايل للبرد والبترول، أساسيات المعيشة، وحكومة الوفاق تحتفل. هذه اللافتات يقارب سعر الواحدة منها $100، بخلاف إيجار عرضها في الميدان. كان الأجدر بحكومة الوفاق أن توفق بين حالة الناس وبين هذا الاحتفال. كان يكفي إجازة وإعلان في التلفزيون وأناشيد في حب رسول الله. في تلك الأثناء مرت سيارة بجانبنا بداخلها شباب يهتفون ملء السماء: الموت لأمريكا، اللعنة على اليهود، الله أكبر، الله أكبر. هجمت علينا رغبة مفاجئة في الضحك حد القهقهة، وضحكنا حتى سالت الدموع. إذن وبعد قراءة أهم ما جاء في المواقع الإخبارية وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا. الحوثيون يغرقون التجارة اليمنية في ميناء الحديدة، بهذه الجملة عنونت صحيفة العرب الجديد حول الشأن اليمني لتقول في التفاصيل إن القطاع التجاري اليمني في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين يتعرض للتنكيل من خلال الابتزاز والإتاوات غير القانونية والتضييق على أحد المنافذ البحرية الاستراتيجية وهو ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطل النشاط التجاري في عدد من القطاعات. مصادر تجارية أكدت للعرب الجديد أن الحوثيين فرضوا مبلغ 100,000 ريال على الشركات الملاحية مقابل كل سفينة تدخل الميناء تحت اسم دعم البنك المركزي في صنعاء. وأوضحت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن الجماعة فرضت أيضا منذ مطلع نوفمبر الماضي مبلغ 5,000 ريال على كل بيان جمركي يتم تخليصه دعما للبنك وبسندات من دون ختم رسمي. وترفض إدارة جمرك ميناء الحديدة إعطاء فواتير للمبلغ الذي يتم تحصيله. تضيف الصحيفة: تجار عبروا عن غضبهم من التضييقات في ميناء الحديدة مطالبين الحكومة الشرعية بنقل حركة الملاحة التجارية إلى موانئ عدن والمكلا. صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن هيئة أركان الجيش اليمني توعدها باجتثاث بؤر الإرهاب غدة التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا للجنود أمام معسكر في عدن وأودى إلى قتل وجرح 70 جنديا على الأقل، فيما شكلت الحكومة لجنة للتحقيق وأمرت بصرف تعويضات لعائلات ضحايا الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش ولقي إدانة محلية ودولية. ودان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الهجوم ووصفه بالجريمة البشعة، وقال في تغريدات على تويتر إن الحل السياسي للأزمة اليمنية هو وحده من يضعف الإرهاب ويفعل مؤسسات الدولة. في انتظار انتصار الهزيمة العربية، هذا ما اختاره الكاتب أحمد جابر لمقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية والذي قال فيه: عندما يعز على الحاكم العربي اليوم النصر الخارجي ضد المتربصين بمصالح بلده وبحياة وعيش شعبه، فإنه يلجأ إلى المعركة ضد المعترضين على حكمه والمطالبين بتطبيق شريعة حقوق الإنسان في مندرجاتها الوطنية والمفهومية العالمية. الحاكم العاجز عند الاستجابة لتحدي النهضة بشعبه يهرب إلى تحدي النكبة السهلة فيلقي بأحمالها على كاهل هذا الشعب، يمارس صدقه الاستبدادي البشع قتلا وتدميرا وإلغاء للنسيج المجتمع الذي أقسم على حمايته في حياته وفي إطاره الجغرافي الذي يحمل اسم الوطن السوري أو العراقي أو الليبي. ما ضاع من شرعية الحاكم السياسية والشعبية لن يعوضه مغتصب السلطة غير الشرعي سياسيا وشعبيا بآلة الدمار أو بقوى النظام التي صارت خارجية، بمعنى الخروج على المهمة الأصلية المناط بها
حماية الشعب وحماية دياره. ماذا بقي من سوريا؟ يقال سوريا المفيدة. ما فائدة سوريا التي يعادل قصها ولصقها اليوم من دون سوريا التي عرفناها ذات يوم؟ وماذا بقي من العراق الذي حرص الشاعر على ألا يكسر عينه بعد أن فقأ المد المذهبي كل العيون؟ وماذا بقي من سيرة الإصلاح والثورة والتمدن والنهضة واللحاق بالعصر بعد أن غزا برابرة نظام الحياة التي حاولت تفتحا، وبعد أن عاد الغزو النظامي ونظيره الإرهابي إحراق مكتبة بغداد مرات ومرات؟ هلاك اليوم دار داخليا، قرار الغزو يصدر من مقرات الحكام الذين بالغوا في الغلو والإقصاء حتى صارت ذواتهم أسماء للأوطان. غدا تسيل خطى الانتصار. أقفلوا آذانكم بإحكام، فالاستماع إلى الحاكم الكاذب المستبد هزيمة شعبية تضاف إلى سلسلة الهزائم العربية. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت: أبناء سقطرى يطالبون بفتح الأجواء إليها. تقول الصحيفة: طالب أبناء محافظة سقطرى بإعادة الرحلات الجوية من وإلى المحافظة بعد تكرار حوادث الغرق في البحر وآخرها السفينة المنكوبة التي لا يزال 29 من ركابها مفقودين منذ أكثر من أسبوع. وفي وقفة احتجاجية طلب سكان المحافظة بتخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى المحافظة واستمرار تلك الرحلات وإعادة فتح مطار الريان بالمكلا وتفعيل الرحلات الدولية من وإلى سقطرى، موضحين أن إلغاء الرحلات تجعل الناس يتخذون البحر طريقا لهم للوصول إلى الجزيرة وإلى تعز، حيث عنونت صحيفة الاتحاد الإماراتية في صفحتها الرئيسية: توثيق 82 مجزرة في تعز. تقول الصحيفة أن المركز الإنساني للحقوق والتنمية وثق 82 مجزرة جماعية في محافظة أو جماعة في محافظة تعز منذ إعلان الميليشيا الإنقلابية الحرب على المدن اليمنية لفرض سيطرتهم في أواخر مارس 2015. وأفاد رئيس المركز المحامي حمود الذيب بأن المجازر راح ضحيتها أكثر من 714 من المدنيين بينهم نساء وأطفال، منهم 79 حالة قتل بسبب الألغام و21 حالة وفاة نتيجة عدم توفر الأكسجين في المستشفيات و168 حالة وفاة نتيجة توقف العمل في مراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات المدينة. وأضاف أنه تم رصد ما يزيد على 41 ألف قذيفة مدفعية ودبابة وصواريخ كاتيوشا سقطت على الأحياء السكنية وسط المدينة، ناهيك عن رصد 7753 حالة خرق للهدن الإنسانية المعلنة وتوثيق 14 حالة استهداف للصحفيين أو لصحفيين وإعلاميين ومراسلين. عربيا ومن مصر تحديدا التي وقعت ضحية لتفجير إرهابي، عنونت صحيفة القدس العربي: 25 قتيلا بتفجير إرهابي استهدف كنيسة للأقباط في القاهرة. تقول الصحيفة: شهد وسط القاهرة تفجيرا كبيرا استهدف كنيسة قبطية قرب الكاتدرائية المرقسية مقر باب الأقباط الأرثوذكس في حي العباسية، وأسفر التفجير الأكثر دموية منذ سنوات عن مصرع 25 شخصا وإصابة العشرات معظمهم من النساء، حيث قال مسؤولون أمنيون إن الانفجار وقع داخل الكنيسة قرابة الساعة العاشرة، وأكدوا أن التفجير ناجم عن قنبلة تزن 12 كيلو جراما من مادة TNT. وقال صحفيون في المكان إن التفجير وقع قرب أحد الأعمدة داخل الكنيسة، ما أدى إلى تفحمه وأحدث حفرا في الأرضيات وفي الأرائك الخشبية التي يجلس عليها المصلون وكذلك في لوحات القديسين على الجدران. فيما خرج مئات الأقباط قرب الكاتدرائية للتنديد بما وصفوه بتقصير النظام الأمني وعدم كفاءته، معتبرين أن غفلة الأمن كانت السبب الأساسي في نجاح منفذي التفجير.
أدى التفجير الذي ضرب حي باكشتاش في إسطنبول بدولة تركيا إلى مقتل 39 شخصا وجرح آخرين، وقد تضامنت مع ضحايا هذا التفجير الإرهابي ومع أسر الضحايا العديد من الدول حول العالم. فيما يلي سنستعرض معكم بعضا من صور مراسم تشييع القتلى وبعضا من مظاهر التضامن في إسطنبول، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.